البداية تنشكروا لجريدة أخبار الفجر على الحضور ديالها والمواكبة ديالها دائما للرياضة سباق الدراجات. فاليوم تتعرف مدينة القنيطرة احتضان فعالية الجمع العام لهذه اللعبة بحضور السيد رئيس الجامعة وكذلك جل الأندية رؤساء النوادي المنضوية تحت اللواء هذه العصبة. فكما تشوفوا داز الجمع العام في واحد الجو ديمقراطي أخوي، يعني الحمد لله كانت ارتسامات واضحة من خلال جميع المشاركين في هذه الفعاليات ديال الجمع العام. هناك تصويت بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي، هناك يعني واحد البرلمج واحد ديال خريطة الطريق اللي سطرتها العصبة من أجل المواكبة مع الجامعة ديالها في جميع الأنشطة واللي غادي تقوم بها في المستقبل. فكما تتشوف اليوم الأندية كلها مستعدة ومنخرطة انخراط تام ديالها من أجل تحقيق الأفضل في المستقبل. نتمنى إن شاء الله باش هاد يعني هاد الكوفيد 19 يدوز ويمشي في حالته، وإن شاء الله تعود الأمور لمجاريها، وإن شاء الله نشوفوا الوليدات ديالنا والبنيات ديالنا يعني يتمرنوا ويشاركوا في سباقات سواء جهوية أو وطنية أو محلية أو دولية. كما تنعرفوا كذلك هناك واحد البطلة ديالنا، بطلة فاطمة الزهراء الحياني اللي تنتمي لهذه المدينة، مدينة القنيطرة، اللي هي غادي تشارك غدا إن شاء الله بطولة الإفريقية بمصر من أجل تحقيق النقاط باش تأهل البطولة العالم وكذلك الجوز أولمبيك اللي غادي تقام في 2021 خلال هذه السنة بطوكيو. فهنيئا لهذه البطالة وهنيئا لهذه العصبة وشكرا للجميع. هو أولا كما تعرف الجميع بأن في هذه الفترة ديال التوقف ديال 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 الرياضة بصفة عامة وخاصة الرياضة سباق الدراجات، الجامعة كانت حارصة كل حرص ديالها باش يعني تنخرط في هذه المنصة الافتراضية اللي هي تتسمى زوم في السباقات. وهنا عندنا بطل قنيطري اللي تنتمي للنادي الرياضي القنيطري، هو المهدي الصديق اللي هو حقق المرتبة الثالثة في واحد السباق اللي هو دولي خلال في شهر 5 في السنة اللي ودعناها. فتنعرفوا بأن هناك سباقات افتراضية حديثة اللي دارها اتحاد دولي مع الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات والعصاب وكذلك الأندية اللي انخرطت بها بشكل قوي. كذلك عرفنا بأن السيد في كلمة السيد رئيس الجامعة اللي تطلب من الأندية باش تكون هناك واحد توسيع القاعدة من أجل انخراط جميع الأندية من أجل ينقبوا على الشباب والشابات، وهذا هو الدور ديال الأندية والعصاب الجهوية في اتفاقية الشراكة اللي غادي توقع مستقبلا بين العصبة والجامعة. وتنشوفوا بأن جميع الأندية منخرطة انخراط تام لا مشروط من أجل إعطاء والتطعيم الفريق الوطني في هذا الصنف الرياضي اللي هي رياضة سباق الدراجات المحبوبة للجماهير. حضرت اليوم في اجتماع ديال عصبة الرباط سالة القنيطرة للدراجات، واللي سعدت بما رجا فيها من عمق للأفكار والمناقشة والمداولات والرغبة الأكيدة باش إن شاء الله الدراجات جيت إلى الأمام وجيت قوة، رغم أننا كنا واقفين نظرا لجائحة كوفيد، ولكن حنا تنستعدوا. لذلك أنا عجبتني هذه الديناميكية اللي كانت العصبة، اللي سيما أن العصبة حسب البرنامج المسطر للجامعة هي اللي غادي نعتمدوا في المستقبل على باش تقوم بالأنشطة ديال الجامعة لي ديسيبلين تاع الرياضة، جميع ديال رياضة سباق الدراجات. وبالتالي أنا سعدت بالحوار الحوار وكل شيء. نعم تنطلب منهم المجيد، لا سيما بغيت المزيد من الانخراط ديال الرياضة النسوية، الرياضة الجبلية، الأطفال في مقتبل العمر. شفت مبادرات اللي حقها عجبتني، ألا وهي بحال دابا تعلم الركوب على الدراجة، السياقة ديال الدراجة إلى آخره، الرخصة ديال الدراجة. المنطقة تعطي أبطال، حنا
تنتظرهم ان شاء الله باش تكون واحد الانطلاقه حقيقيه وفعليه. كاين تجهيزات رياضيه للتصاوب، احنا زعما فخورين بالعمل اللي تقوم به هذه العصبه هذه. وبالمناسبه لابد باش نخبركم على ان الفريق الوطني المغربي بجميع فئاته الصغرى والكبرى والمتوسطه لي زيليت ولي جونيور ولي سينيور والبنات والولاد غادي يشاركوا الان، وغدا ان شاء الله غادي يقبطوا الطريق الى القاهره للمشاركه في البطوله 15 للبطوله الافريقيه تسجيدا للعمق الافريقي المغربي والحضور المغربي ان شاء الله دائما في افريقيا. وبعد ما كنا درنا التربص نتاع شهرين جميع الاجراءات اتخذت، نحن على ان شاء الله كاين تفاؤل باش نديروا نتائج في هذه البطوله الافريقيه اللي مشاركين فيها جميع الدول الافريقيه في القاهره. متكلف بنيه الجهويه حفظكم الله يا مولاي وجعل من سوحليفكم مؤسدلا على جلالتكم غذاء الصحه ودوام العافيه، وحقق على يديكم الكلمتين ما يسبو اليه شعبكم الوفي من عز ورفعه وسؤدد، داعين المولى جلت قدرته ان يجعلكم نخرا وسندا لهذه الامه وقائدا لمسيرتها الدنيويه الرياضيه الشامله. الجبليه في القنيطره.